قال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران إنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على طهران نتيجة لاستمرار سلوكها العدواني ودعمها للإرهاب وعدم الاستقرار، وشدد على أنه لن تكون هناك إعفاءات جديدة لصادرات النفط الإيراني في شهر مايو أيار المقبل، لافتا إلى أن الإعفاءات التي منحت في نوفمبر الماضي لثماني دول بما في ذلك كبار مشتري النفط الإيراني في آسيا مثل الصين وكوريا والهند واليابان وتايوان سوف تنتهي في مايو أيار ولن يتم تمديدها.